هو واحد من أبرز نجوم الساحرة المستديرة المصرية، ملك الفن والهندسة، الكابتن فاروق جعفر، أحد نجوم نادي الزمالك فترة السبعينيات والثمانينيات، ولقبته الجماهير المصرية بعدة ألقاب نظراً لمهاراته الفنية داخل الملعب، وأشهرها ملك النص. اكتشفه إبراهيم عبد الرحمن كشاف الزمالك وضمه لفريق الناشئين، وعندما وصل إلى 17 عاماً ثم انضم إلى الفريق الأول أمام مصنع 36، وأحرز هدفين من أصل 4 أهداف سجلها فريق، وانضم للمنتخب الوطني. وفي عام 1972 غادر جعفر إلى أمريكا للاحتراف قبل أن يعود مرة أخرى إلى مصر. حقق فاروق جعفر عدة بطولات، منها الدوري العام مرتين وكأس مصر 3 مرات، ومع المنتخب حقق أمم إفريقيا مرتين وكأس السادس من أكتوبر مرة. ومن الألقاب الشخصية الفوز بلقب أحسن لاعب لعدد متتالي من المواسم في بداية السبعينيات، بالإضافة للمركز الثاني في استفتاء الاتحاد الإفريقي ومجلة فرانس فوتبول الفرنسية بفارق صوت واحد عن الغيني بيتي سوري، ولقبته الجماهير بملك النص والفنان والمهندس وأوناسيس نظرا لمهارته في وسط الملعب، حتى اعتزل عام 1989. اتجه جعفر لمجال التدريب، عمل مساعدا لديف مكاي، وحقق للزمالك بطولة الدوري مرتين، ثم تولى تدريب الفريق الأبيض أكثر من مرة، وعمل مدربا لأكثر من فريق بالدوري المصري منها الجيش والمحلة والترسانة، كما تولى تدريب منتخب مصر. وفي الوقت الحالي يعمل جعفر محللا للمباريات في القنوات الفضائية. هو حقا أعلى ما بارز في تاريخ الكرة المصرية. كان معانا في نجم لا ينسى النهاردة واحد من نجوم مصر ونادي الزمالك، الكابتن فاروق جعفر. وأنا دايما بخاطب الأجيال الصغيرة اللي ما شافتش نجومنا في الفقرة دي، الفقرة دي لازم تفهموا اللي كان فيه نجوم، والنجوم اللي بنعرضها دي كانوا لعيبة مش عادية، زيهم زي أي نجم بتشوفوه بره. صدقوني كابتن فاروق جعفر واحد من نجوم نادي الزمالك، زي ما بنتكلم على مثلا كابتن حسن شحاتة، بنتكلم على كابتن محمود الخطيب، كابتن حمادة امام، في نجوم زمان حببت او عملت شعبية لناديها، النجوم اللي احنا بنعرضها لحضراتكم، هنعرض في سلة وفي طايرة وفي كل الالعاب. عشان كده كابتن فاروق جعفر تكريم بسيط جدا النهاردة لاسم الكابتن فاروق جعفر، الاسم الكبير في عالم كرة القدم وفي عالم التدريب. عشان كده كن معانا في التكريم النهارده كابتن فاروق، اللي احنا بنقدم له التحيه من برنامج اوضه اللبس.